طيب متجذر متأصل في قلوب المسلمين. موقف حصل معي شخصيا، كنا جلسات أسأل الله عز وجل أن يبارك بأعراس المسلمين، جلسات ما قبل العرس عند بعض الجيران، فتحول الحديث بفضل الله عز وجل ومنه، وهذه نصيحة أنصح بها نفسي وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون ربهم فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان ذلك المجلس عليهم ترى، ترى يعني حصن وندامة، وإن دخلوا الجنة للثواب. يعني قالوا يحصلوا على ذاك المجلس اللي ما ذكروا فيه سيدنا النبي. مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس هو ذكر لله وذكر للنبي. فإذا فتحت مجلس قل بسم الله اللهم صل على سيدنا، صلوا على النبي يا جماعة الخير، وابتحك بدك تبيع شغل قول صل على النبي وبيع يا سيدي، بدك تعمل معاملة تجارة اذكر النبي واذكر ربنا وقول يا رب. فتحول المجلس إلى مجلس فيه ذكر للدين. وخلال السياق، وهذا كان أيضا نصيحة، الذي لا يصلي لابد أن تأمره بالصلاة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ترك الصلاة. فقلت لأحد الجالسين: يعني شو مع الصلاة؟ إن شاء الله بدنا نصلي، من هالكلام؟ فأحد الحضور أنا ذهلت وعجبت لردة فعله، قال له: يعني هو على قد حاله يعني مفروض، ولكن عند الله الله أعلم بالقلوب يعني، والله أعلم بالدرجات. أما إحنا نحب أهل الخير لعلنا نكون معهم. فبقول له هذا الرجل، بقول للشاب، بقول له: يا أخي بكفي إنه النبي، يعني الشغل غريب، بقول له بكفي إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بده إياك تصلي، بقول له بهيك يعني بساطة، بقول له بكفي إنه النبي بده إنك تصلي بقول لك صلي، هيا يعني شوف قديش هو بحب سيدنا النبي، وبقول له بكفي يا شاب يا فلان إنه النبي، وكان أخوه، بكفي إنه النبي بقول لك صلي. وبما إنه ذكرنا الأعراس والأعراس، على هامش الكلام نقول: لا بد أن نتقي الله عز وجل في أفراحنا. على هذا، على هامش الكلام، ويحضرني الآن يحضرني تقرير وقع بين يدي قبل شهر تقريبا، فيه نسب، تقرير المحاكم الشرعية في الداخل، عندنا في الداخل الفلسطيني، المحاكم الشرعية عندنا في الوسط الإسلامي في الداخل الفلسطيني، تسجيل بمن ذكرنا الأعراس وذكرناها، تسجيل نسب عدد الزواج في 2021 كان 15,000 حالة زواج مسجل، يعني عدد زواج وشوي. نسأل الله العفو والعافية لأبناء المسلمين وبناتنا. وتسجيل حالات الطلاق كان 5,000 ونقف، يعني نسبة مقلقة، 5,000 وشوي النسبة بالبسط، والمقام 15,000 وشوي، عندنا تقريب الثلث. وقلت بيني وبين حالي لعله يعني هاي قضايا متراكمة، يعني يمكن بدأت قضايا 2019، بدأت قضايا 2020، وأنا أقرأ المقال بقول يمكن قضايا بدأت 2019 وخلصت 2021، وإذا بالنسبة اللي وراها إنه 90% من النسب من القضايا هاي تم البت فيها خلال سنة واحدة أو أقل من سنة، يعني النسبة ال 5,000 هذا في عندك 90% منها 4,000 وشوي و500 تقريبا 4,300 و400 يا سيدي، تم البت بالقضايا انه تفصل الطلاق فيها وينك خلال اقل من سنه واحده، يعني نسبه جدا بتقول على الواقع الذي نعيشه. طبعا اسباب الطلاق كثيره، وقد قال من قال اننا ابدعنا في بناء البيوت ولم نبدع في بناء الاسر، اما من اسبابها، من اسبابها انه المفتاح الاول للزواج بكون فيه حرام، بكون فيه منكرات. وهذه وصية ونصيحة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أمام الله عز وجل، أن يتقي الولي، ولي العريس وولي العروس، أن يتقوا الله عز وجل بمدخل ومفتاح هذه العلاقة التي ستدوم إن شاء الله عز وجل. ونوصيكم بالدعاء لهم، أن أسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين، وأن يحفظ أزواج المسلمين، وأن يمنع يبعد عنهم المنكرات. وللرجال منكرات تعرفونها وفي غنى عن طرحها على منبر رسول الله، من خمور ومن، وللنساء منكرات، يعني لعل أبرزها وأكثرها وعيدا في الأحاديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم، قال: صنفان من أهل النار لم أرهما،
في نوعين من أهل النار. اسمعوا يا نساء، اسمع يا ابن، اسمع يا عروس، يا أخت عروس. قال سنفاني من أهل النار لم أرهما. يعني لو شاف إن كان شفعل ممكن، لو شاف إن كان ممكن يقول منهم يا رب فلان فلان. قال رجال بيدهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هذا يعني ماش في الناس معاهم، يعني الظالمين اللي بضربوا الناس فيها معناش. والصنف الآخر قال اللي هو موضوعنا، قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والله حديث صعب. نساء كاسيات عاريات يعني يغطوا شيء وبيكشفوا شيء، مائلات مميلات هذا يمكن أخرى مش باختلاط، فبالعرس في أخرى اختلاط يعني منكب مركب. مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، البخت هي الناقة الجمل اللي له سنامين اثنين في بيناتهم فراغ بسيط. يعني النبي يقعد يصف حال التفريع وحال اليوم يعني حال السفور. قال لا يدخلن الجنة، نسأل الله العفو والعافية، ولا يجدن ريحها. في حديث أخرى قالت وإن ريحها مش غير السياق ولكن سياق ريح الجنة لا يوجد من مسيرة 500 عام. فهذه موعظة، وإن لم تضطعد اليوم سوف ترى ذلك في قبورك، وسوف ترى ذلك عندما تأتيك ملائكة الموت. وقد قال الشاعر وصدق قبورنا تبنى وما تبنى، فيا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.